احنا في العشر الاوائل من ذي الحجه ومع العشره المبشرين بالجنه، ودرس النهارده النخوه. عثمان بن عفان هو الرجل الوحيد على سطح هذا الكوكب اللي تزوج من بنتين لنبي واحد وهو محمد خاتم الانبياء والمرسلين، وهم رقيه وام كلثوم. وموقفنا النهارده كان في يوم وفاته مع زوجته نائله بنت الفرافصه. لما دخل عليه الخوارج علشان يقتلوه نفشت شعرها على عاده النساء قديما علشان تستسير في نفوس العرب النخوه ويكف عن قتال زوجها عثمان بن عفان واللي كان عنده اكتر من 80 سنه وقتها. ولما شافها سيدنا عثمان قال لها: واري شعرك، فلعمري لدخولهم علي وقتلي أهون علي من أن يرى واحد منهم شيئا منك. وبالفعل دخلوا عليه وقتلوه، ولكنه مات راجل وهو بيدافع عن شرفه، فرحمه الله رحمة واسعة. إنه عثمان بن عفان ذو النورين، أولئك أجدادي، ودمتم في أمان الله.